عليكم، معاكم إبراهيم حسان، ودي المحاضرة رقم 19 من سلسلة شرح الـ CIE وفقا لمنهج 2020. أولا أأكد على التنبيه اللي أنا بحب كل فترة يعني أذكر بيه، إن إحنا لما بنقول منهج 2020 ده مش معناه منهج قديم وإن إحنا دلوقتي في 22 خلاص داخلين على 23 فدي حاجة قديمة. لا، احنا قلنا إن منهج الـ CIE عموما اخر تحديث تم عليه كان غالبا اللي هو في 2019، انما احنا المقصود بمنهج 2020 او منهج 21 ده الاديشن بتاعة الكتاب اللي احنا شغالين منه، والاديشن ديت بتبقى حاجة يعني ما 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 يعني شغل ماركتنج وشغل سيلز بقى، ان هو لازم كل فترة يبقى فيه تغيير، انما المنهج بتاعنا منهج واحد. فسواء انت معاك كتاب 2020، معاك الكتاب بتاع 21 22 اذا كان فيه whatever، كله نفس المنهج. طيب النهاردة ان شاء الله هنبدأ في يونت 6 Controls Application. اليونت ده هنتكلم فيه عن ثلاث مواضيع. اول حاجة هنتكلم عن الفلو شارت والبروسيس مابينج، هنعرف يعني ايه كمان شوية. Accounting Cycles and Associated Controls وبعض امثلة على Accounting Cycles والكنترولز اللي موجودة فيها والمانجمنت كنترولز. تمام، يلا بينا نبدأ بسرعة علشان اليونت محتاج شغل. فلو شارت اند بروسيس مابينج، يوزز اوف فلو شارت. ايه الفلو شارت؟ الفلو شارت الاول عشان احنا بنتكلم عنها نبقى عارفين اللي هي بتبقى زي الشكل ده كده، مش عارف ايه خطوه ستيب معينه طالع منها بعد كده ستيب تانيه، والستيب التانيه ديت مش عارف لو ايه يس هتودي فين، ولو نو هترجعك تاني من الاول تعمل مش عارف ايه. فلو شارت، تمام. طيب يعني ايه بقى فلو شارت؟ فلو شارت ار جرافيكال representations of a step-by-step progression of information through preparation, authorization, flow, storage. الفلوت شارت دي عبارة عن عرض بياني لل عرض بياني للبروسيس اللي انا باودت عليها. انا دلوقتي نزلت اعمل اوديت على اي فانكشن، تمام. فالفانكشن دي الناس شغاله فيها في بروسيس، الناس شغاله فيها صح. طيب فانا من ضمن التولز اللي بعملها علشان افهم الفانكشن دي كويس وافهم البروسيس ماشيه ازاي في الفانكشن دي، ان انا بعمل حاجه اسمها فلو شارت. ان انا برسم، انا دلوقتي بقعد الاول مع الراجل كده واقول له اللي ماسك الفانكشن دي، واقول له احكي لي انت والناس الجميله الظريفه دي بتعملوا ايه. بيقول لي والله احنا بنستلم الاول الطلبات من مش عارف الاداره الفلانيه، بعد كده اول ما بنستلم الطلب لازم مش عارف نقوم مسجلينه في السجل بتاع مش عارف ايه، بعد كده بعد ما بنسجله في السجل نخش على الشاشة بتاعة النظام الآلي نسجل ايه، بعد كده بيطلع لنا مخرج، المخرج ده بنسلمه لفلان فلان ويحكي لي قصة كده ملهاش اي لازمة. القصة دي بقوم انا مسجلها عندي في الفلوت شارت على شكل ستيبس وخطوات، تمام. The system depicted may be manual, computerized or a combination of the two. اللي هو هيحكيهولي ده ممكن يبقى كله مانيوال صرف، اللي هو مجرد محمد بيدي احمد واحمد بيدي استاذه منى واستاذه منى بتدي حاج مصطفى والحق ماشي، وانا بسجل في السجل ومش عارف بدي ختم ايه، كله مانيوال بروسس. او والد يقول لي والله احنا بنسجلها على الكمبيوتر، وانس ان احنا سجلناها لازم ان هي تتابرف برده من على الكمبيوتر من عند فلان، واول ما بيحصل لها الابروف من او تاخد الابروف بيبقى فيه ريبورت. فالسايكل اللي هو بيحكيها دي موجوده، بس موجوده اوتوميتد او موجوده كمبيوترايزد،
فالفلو شارت بتتعمل بغض النظر اذا كانت البروسيس اللي احنا بنوصفها بروسيس مانيوال او كمبيوترايزد او ميكس من بين الاثنين. فلو شارتنج allows the internal auditor to analyze a system and to identify the strengths and weaknesses of internal controls and the appropriate areas of audit emphasis. ايه الغرض من الفلو شارت؟ الغرض من الفلو شارت ان انا بفهم كويس قوي البروسيس، افهم البروسيس بشكل دقيق، بفصص البروسيس. يعني دي منهجيه تفكير ومنهجيه من اساليب حل المشاكل. ده الكلام ده يعني مش هنا، حته تانيه، من اساليب حل المشاكل ان انا بعمل حاجه كده اسمها ايه، ان انا اسمها اني بفصص المشكله، بفصص المشكله حته حته. فانا عايز اعمل كده في البروسيس، عايز افصصها حته حته علشان عينيا تقدر تشوف لو في اي نقطه ضعف، نقطه الضعف دي فين، ولو في اي نقطه قوه، نقطه القوه دي فين. تمام؟ فانا ابقى عارف الويكنس بوينت، وده الاهم، ان انا ابقى عارف الويكنس بوينت اللي عندي في السايكل موجوده فين. فده هعرفه لما ارسم السايكل اللي هي مجرد كلام الراجل عمال يحكيهولي الى شكل رسمه اقدر اتصورها واتخيلها في ذهني. طيب، flow charting is typically used during the preliminary survey to gain an understanding of the client's processes and controls. في غايه الاهميه، في غايه الاهميه ان انا ابقى عارف ان الفلو شارت بتستخدم امتى. ان الفلو شارت بتستخدم during the preliminary survey، ان هي بتستخدم اثناء المرحله الاولى، اثناء المرحله التمهيديه من المهمه، اثناء البريليمينري سيرفي، المرحله الاولانيه اللي انا بعمل فيها الاندرستاندنج بتاعي. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفق الجميع. في بارت 2 باذن الله هناخد المراحل بالظبط بتاعه الانجيجمنت، واول مرحله فيها هي مرحله البريليمينري سيرفي، ان انا ابتدي بجمع داتا، ببتدي بجمع الداتا كده، ايه، افهم الدنيا ماشيه ازاي، بفهم السايكل ماشيه ازاي، بفهم اجراءات العمل بتقول ايه، بفهم الناس دي شغالين اكوردنج تو ايه. تمام؟ فدي اول مرحله، مرحله البريمناري سيرفي، لسه بفهم. فالفلو شارت بيتعمل في انهي مرحله؟ في مرحله البريمناري سيرفي. كلمتين دول ما ينفعش تنساهم خالص، ان انا الفلو شارت في مرحله البريمناري سيرفي، وان الفلو شارت علشان يحصل لي فول اندرستاندنج، عشان افهم كويس قوي السايكل عند الكلاينت ماشيه ازاي. تمام؟ طيب ماشي، دي فلو شارتس كومنلي يوز تو دوكيومنت فلو شارت سيمبلز. دي سيمبلز كده يعني، وكل سيمبل معناها ايه، حاجات كده لذيذه ممكن نبقى ايه، نبقى نقراها. الفلو شارت بياخد شكل من الاثنين، يا اما ياخد شكل هوريزونتال فلو شارت واللي بيبقى ساعات اسمه سيستم فلو شارت، او فيرتيكال فلو شارت واللي ساعات بيبقى اسمه بروجرام فلو شارت. طيب الاسامي دي فيرتيكال اللي هو اسمه بروجرام، والهوريزونتال ممكن يبقى اسمه سيستم، دي كده هتحفظها على كده لان هي ملهاش تفسير. طيب الفرق ايه ما بين الاثنين؟ الفرق ببساطه ان انا الهوريزونتال عندي بيبقى واخد الشكل الهوريزونتال، والفيرتيكال اكيد واخد الشكل الفيرتيكال. كلام منطقي. بمعنى ان انا في الفيرتيكال مثلا فلو شارت البروسيس عندي قايمه على خطوات ممكن تكون اكثر بساطه. يعني انا مثلا هعمل الاكشن ده، وبعد ما اعمل الاكشن ده هقوم عامل الاكشن ده، وبعد ما هعمل الاكشن ده يس ولا نو، لو يس هعمل الاكشن ده، لو نو ده الموضوع ستيبس بتسلم بعضيها. تمام؟ بشكل راسي. انما في الهوريزونتال فلو شارت لا، انت بتلاقي ان كل اكشن في حد ذاته متفرع منه اكشنز او سب اكشنز كده تحتيه. تمام؟ مش تحتيه، جنبه. تمام؟
ودول كده على بعضهم مرحلة، في تاني لسه مرحلة تانية بعدها، فتلاقي ان الشكل واخد شكل افقي اكتر. كلام مش فارق خالص معانا يعني، هو عايز بس ده تبقى انت فاهم ان ممكن ان الفلوت شارت ياخد الشكل ده او ياخد الشكل ده، مش فارقة معانا في اي حاجة. طيب the principle used in the depiction of the specific actions carried out by a computer program. طيب تمام. ماشي. ال data flow diagrams. data flow diagrams show how data flow to, from and within an information system and the processes that manipulate the data. A data flow diagram can be used to depict lower level details as well as higher level processes. طيب. احنا خلاص فهمنا الفلو شارت سواء هوريزنتال سواء فيرتيكال، دي كده الفكره في الايه في العموم. تمام، دي الامبريلا الكبيره اللي احنا شغالين عليها، بيقول لك انت هتشتغل وفي الاخر شكل الفلو شارت اللي انت هتبقى عملته يا اما هيبقى مايل للفيرتيكال يا اما هيبقى مايل للهوريزنتال. طيب تعالى بقى دخل معاك في انواع شويه، فهناخد نوع اسمه الداتا فلو دياجرام، وفي نوع تاني وفي نوع تاني اسمه البروسيس مابنج. طيب الداتا فلو دياجرام الداتا فلو دايجرام ده الميزه اللي فيه او اللي بيميزه ان هو بقدر فيه اشتغل او اديبكت. ديبكت دي يعني ان انا اصور يعني. تمام، اصور اللور ليفل ديتيلز. الداتا فلو دايجرامز دي بتجيب لي الفلو بتاع الداتا. الداتا راحت، الداتا اللي انا الداتا دي المقصود بيها ايه؟ انا عندي مثلا بروسيس، بتكلم عن بروسيس زي ما هنشوف كمان شويه. هنتكلم عن مثلا لو انا عايز اشتري حاجه، فعايز اشتري يبقى في طلب شراء، فبيجيب لي والله طلب الشراء ده مشي ازاي، وبعد كده لما جت مش عارف الفاتوره مشيت ازاي. فدي المقصود بيها الداتا. فالداتا دي فلو دايجرام بيجيب لي هو عباره عن نفس الكلام فلو تشارت برضه، بس بيجيب لي الداتا ماشيه ازاي بشكل تفصيلي، مش مجرد بقى من عندي مش عارف، لا عندي ايه اللي حصل بالظبط وراحت وهي رايحه من استاذ فلان لاستاذ فلان في اكشن كده معين تفصيلي قوي بيتم مش عارف ايه. فالداتا فلو دايجرام بتديبكت لور ليفل ديتيلز از ويل از هاير ليفل بروسيسز. ا سيستم بتشتغل الميكانيزم بتاعها ايه بقى؟ ا سيستم can be divided into subsystems. يتقسم السيستم، بتفصصه لسبسيستمز، and each subsystem can be further subdivided at levels of increasing detail. وكمان تيجي على السبسيستم تقسمها هي كمان more detailed. Thus any process can be expanded as many times as necessary to show the required level of detail. انا ممكن اي بروسيس من خلال الداتا فلو دياجرام اقدر افصلها لحد ما اوصل للدرجه اللي تحقق لي الفول اندرستاندنج. ده الغرض الاساسي من اليونت ده. عايز يقول لك في حاجه اسمها فلو شارت، خلي بالك يا راجل يا مراجع داخلي، دي تول مهمه جدا لازم تستخدمها وانت شغال علشان تقدر تفهم البروسيس اللي انت بتقودت عليها. طيب وجايب لك هنا اشكال السيمبلز، هي للاسف مش 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 ظاهره هنا يعني، الخطا تقني ما. وبيقول لك no symbol is needed for document or other output because data flow diagram depict only the flow of data.
الاشكال اللي هو جايبها لك ديت، احنا في اشكال فوق اللي احنا قلنا عليها ظريفه والناس تبقى تقراها، هتلاقي في منهم اشكال الشكل ده يرمز اللي مش عارف للدوكيومنتيشن، وده لو الشكل ده بيرمز لو انت بتعمل سيف، وده لو انت في اوتبوت. فهو بيقول لك الاشكال اللي انا جايبها لك ديت مش هتلاقي في منهم حاجه دوكيومنتيشن او اوتبوت، لان الداتا فلو دايجرام بتارجت الايه؟ بتارجت الفلو. الداتا فلو دايجرام ديبكت اونلي ذا فلو اوف داتا، طول ما الداتا ماشيه التول دي بتصور الداتا طول ما الداتا ماشيه جوه البروسيس، انما اول ما بتيجي يتعمل لها دوكيومنتيشن او بيتعمل لها اوتبوت خلاص هتخرج في شكل اوتبوت، لا ممكن تول تانية هي اللي تصور لي الشكل ده، انما الداتا فلو دايجرام بيصور او بيرسم لي شكل الداتا جاست او اونلي وهي اثناء الايه الفلو. طيب تول تانية جميلة اسمها البروسيس مابينج. البروسيس مابينج نفس الكلام، بنتكلم في نفس الكلام برضو عملية تصوير الديتا، ولكن هنا بعكس ما فوق كانت تقدر ان هي تصور لي بشكل ديتيلد مفصل. بروسيس مابينج is a simple form of flow charting، طريقة مبسطة، ودي في الغالب اللي بيتم استخدامها على فكرة، simple form of flow charting used to depict a client process flow is an example، وده example. تمام، يبقى دي اللي بيميز البروسيس مابينج، ان هي simple form من اشكال الفلو charting. تمام كده خلص الكلام عن الفلو charting، ده كده السب يونت الاولاني. السب يونت التاني بقى واللي هو يعني ايه اللي هو مشكلة اليونت ده، وهو مش مشكلة ولا حاجة، هو بس محتاج ان احنا نبقى فاهمين بعض الكونسبت الاساسية، هنلاقي الدنيا مشيت معانا يعني ايه سكينة في الحلاوة ان شاء الله. الاكاونتنج سايكلز اند الاسوشيتد كنترولز، الانترنال كنترولز. A properly designed system of internal controls should reduce the risk of errors and prevent an individual from perpetrating and concealing fraud. لازم نظام الانترنال كنترول اللي عندي يبقى قوي بقدر الامكان، يمنع او يحاول يعني تقليص لاقصى درجة ممكنة الاخطاء واحتمالية ارتكاب اخطاء او احتمالية ارتكاب احتيال. The structure of an organization and the assignment of job duties should be designed to segregate certain functions within this environment. وعلشان ده يحصل لازم الهيكل العمل او توزيع العمل في الشغل وتوزيع الجوب ديوتيز لازم يبقى مبني بناء على حاجة مهمة قوي اسمها segregation of functions او segregation of duties، فصل المهام، فصل الواجبات. في هنقول ثلاث حاجات او ممكن اربعة كمان، معلش اعذروني اسف يعني شكلي داخل على دور كده محترم. فصل المهام او فصل الواجبات، في هنقول 3 functions او ممكن 4 functions، ما ينفعش ان حد يجمع اتنين منهم مع بعض. تمام، ايه هما؟ هنقولهم دلوقتي. Segregation of duties. For any given transaction, the following three functions preferably should be performed by separate individuals in different parts of the organization. أول حاجة التلات حاجات دول اللي احنا بنقول ما ينفعش يبقوا مع واحد. Authorization of the transaction، اللي بيدي الauthorization، اللي هيعتمد ويوافق على، خدها بقى، بص افهم البرنسبلز، اللي هيعتمد ويوافق. تعالى ابسط يعني، انا هديك مثال بس ايه ده للتشبيه، انما انا عايزك تطبق الفهم ده على المستوى العام في كل شغلك كأودت. المثال مثلا وليكن
الكاردز، الكاردز البطاقات. دلوقتي احنا مثلا في اي بنك، لو في اي عميل عايز يروح يصدر بطاقة، بطاقة فيزا، بطاقة ميزة، whatever، في حد هو اللي هيأثورايز ان العميل ده يطلع له البطاقة ديت، صح؟ صح. أثورايز يعني هو اللي هيدي أثورايز يعني هو اللي هيعتمد، او هو اللي بإيديه يوافق العميل ده يطلع له البطاقة ولا لا. ففي حد هو اللي يقدر يدي الاثورايزيشن، صح؟ صح. طالما الراجل ده هو اللي ادى، انه هو اللي يقدر او هو اللي معاه الصلاحية انه يدي الاثورايزيشن، يبقى الراجل ده ما ينفعش لما الكارت يطلع يبقى الكارت معاه، ما ينفعش يبقى معاه الكاستدي، تمام؟ ولا ينفع يبقى الكاستدي يعني العهدة، الكاستدي بتاعت حاجة يعني العهدة، ولا ينفع يبقى معاه الريكوردينج. بمعنى احنا دلوقتي الراجل ده وافق، في عميل جه قال يا جماعة لو سمحت انا عايز اصدر بطاقة، قلنا له تمام حاضر. ففي واحد وليكن هو مين، اكس، ده اللي معاه صلاحية ان هو يوافق على اصدار، او ان هو اللي يصدر البطاقات للعملاء. فبالصلاحية اللي معاه ديت اصدر البطاقة للعميل. طالما هو اللي معاه الاثوريتي انه يصدر البطاقة، يبقى ما ينفعش لما البطاقة تصدر تبقى العهدة بتاعتها معاه، لان طالما مع الاثورايزيشن ما ينفعش، طالما مع الاثورايزيشن ما ينفعش يبقى معاه الكاستدي العهدة، تمام؟ طيب العهدة ديت لحد ما يجي العميل يستلمها مش لازم تبقى متسجلة عندنا في اي شكل من الاشكال، سواء متسجلة بقى في سجل، سواء متسجلة في اكسل شيت، سواء متسجلة على سيستم، whatever. التسجيل ده اللي هو اسمه الريكوردينج. وطالما الراجل اللي ادى الاثورايزيشن ده واللي ما خليناش معاه الكاستدي، ما ينفعش برضو ان هو يكون معاه الريكوردينج، علشان ما يسجلش مثلا ان تم تسليمها للعميل وهي ما تمش تسجيلها، او يسجل ان هي لسه موجوده وهي يكون تم تسليمها للعميل، whatever الاكشن اللي هو ياخده. يبقى احنا في ثلاث 3 فانكشنز ما ينفعش ان هم يكون في اي اتنين منهم مع نفس الشخص. ازيدك عليهم كمان واحده رابعه اللي هي حاجه اسمها الريكونسيليشن. ايه بقى الريكونسيليشن؟ الريكونسيليشن اللي هي الريكونسيليشن ان انا بقى يعني عارف انا في رصيد مثلا هنا بتاع جي ال معين، ومسمع في حته تانية الرصيد ده، فانا بعمل ريكونسيليشن ما بين الاثنين، بعمل يعني بتاكد ان ده زي ده، ان الرصيد ده مطابق للرصيد ده، او الرصيد ده مختلف عن الرصيد ده، يعني مطابقه، ممكن تمشي مطابقه. فالريكونسيليشن دي رابع فانكشن المفروض برضو ما تبقاش مع حد منهم، لان انا دلوقتي لو عايز اشوف اجرد عدد البطاقات الفيزا ديت مثلا، واشوف العملاء اللي كانوا طالبينها استلموها ولا لا، فانا عايز اشوف الراجل ادى اوثرايزيشن لاصدار كام بطاقه، ادى مثلا 50 اوثرايزيشن لاصدار 50 بطاقه. طيب عندي في الكاستدي معايا كام واحده؟ معايا 30، علشان في 20 اتسلموا، يبقى عايز اعمل ريكونسيليشن مع كمان الريكوردينج. وريني بقى الريكوردينج، احنا مسجلين ان معانا كام واحده؟ لقيت ان احنا مسجلين ان احنا معانا 32. ايه ده، مسجلين معانا 32 في حين ان الكاست دي فعلا 30؟ لا، يبقى راجل يا بتاع الكاست دي، يا اللي معاك الكاست دي، انت كده المفروض في معاك اتنين، وديتهم فين؟ يا اما معاك، يا اما والله تقول لا ده انا سلمتهم للعملاء، بس الراجل اللي معاه الريكوردينج لسه ما سقطش الرصيد ده من عنده. ده مثال تشبيهي علشان بس تبقى متصور يعني ايه اوثرايزيشن، يعني ايه كاستدي، يعني ايه ريكوردنج، وتقدر انت تطبقه على كل حاجه، واحنا هنطبقه بالفعل على سايكلز اللي موجوده عندنا هنا في الكتاب كمان شويه. The internal control system is designed to detect fraud by one person but not fraud by collusion or management overrides. بيفكرنا بالكلام اللي قلناه قبل كده، بيقول لك الانترنال كنترول ده مش هيرو، الانترنال كنترول ده مش حاجه يعني كده خارقه، هو مصمم ان هو يكتشف الفرود اللي ممكن، او يمنع بقدر الامكان الفرود اللي ممكن شخص يرتكبه، انما ما يقدرش يصمد قدام الكولوجن، تمام؟ الكولوجن ان الناس تتواطأ مع بعضيها. ف
فهو عشان كده بيقول لك اعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز، ما تخليش واحد بس معاه كذا فانكشن. هيقدر لو واحد هو اللي معاه الاوثرايزيشن والريكورد كيبنج والكاستدي، انت متخيل ممكن يعمل ايه؟ هو اللي معاه الاوثرايزيشن طلب اصدار بطاقه، وبعد كده لما البطاقه جت بقت في عهدته، فراح وراح مسجل عنده ان العميل استلمها، وراح واخد هو البطاقه وبقى هو فعلها وبقى هو يتعامل بيها. تمام؟ انما الانترنال كنترول لا، مش هيسمح بده، بيقول لك افصل لي، ما تخليش ده معاه ده معاه ده. طب افرض بعد كده انا فصلتها على ثلاثه وطلع هم الثلاثه حراميه اصلا بيظبطوها مع بعض، خلاص انا ماليش دعوه كانترنال كنترول، انا مش ديزايند ان انا ابريفنت كولوجن. تمام؟ طيب ماشي، ده كلام ملوش اي لازمه. ماشي، الاكاونتنج سايكلز اللي احنا هناخدها في السب يونت ده، هناخد 5 اكاونتنج سايكلز. اول حاجه السيلز، ان لو الشركه عندنا او المؤسسه اللي احنا شغالين فيها بتبيع، تمام. تاني حاجه الكولكشن اوف كاش فروم سيلز، طيب ولما باعت هتحصل، مش هنحصل فلوس ولا احنا بنبيع وما ناخدش فلوس؟ يبقى تاني سايكل لما هنحصل الفلوس بتاعه السيلز اللي احنا بعناها. تالت سايكل لو انا هبرشيز، انا كمؤسسه عايز اشتري، يبقى رابع سايكل اكيد هدفع تمن اللي انا اشتريته. خامس سايكل البيمنت اوف امبلويز، الرواتب او الاجور بتاعه الناس وفقا لساعات العمل بتاعتهم. تمام؟ دي كده الفايف سايكلز اللي احنا هندرسها في السب يونت ده. ماشي؟ وده كلام برضو ملوش اي لازم. طيب خلينا بقى ندخل في اول سايكل السيلز ريسيفبل. السيلز ريسيفبل انا هشتغل مع حضراتكم السايكل ازاي. خليني ان انا هتكلم كده الاول على الشورت، تمام، نفهم كده الفكره ايه، ويعني عايزين اقصى درجات التركيز الممكن. تمام؟ الموضوع سهل جدا، فعلا الموضوع سهل جدا، بس عايزين لو انت يعني احنا في كام بوينت كده هنبقى عايزين ايه نقفش البوينت دي، مجرد ان احنا وصلت لنا خلاص. طيب اول حاجة سيلز، انا كمؤسسة سيلز هبيع، يبقى اخلي بالي من نقطة الستارت. الستارت هيبدأ عند مين؟ الستارت هنا هيبدأ عند الكاستمر اكيد، ما انا مش هبيع، لازم الاول يجي لي حد يقول لي انا عايز اشتري، فهيجي كاستمر اوردر، هيجي كاستمر اوردر. هيجي العميل يقول احنا في عندنا سيلز، خلينا الاول نعرف في عندنا سيلز، السيلز دول هم الناس بتوع المبيعات. تاني حاجة عندنا وير هاوس، وير هاوس اللي هم المخزن، مش احنا انا هبيع فعندي بضاعة، فالبضاعة موجودة فين؟ البضاعة موجودة في المخزن. فالراجل بقى امين المخزن ده اللي هو قاعد على باب المخزن كده وبيشرب كوباية الشاي، تمام، لحد ما بيجي له يقول له طلع بضاعه، يقوم فاتح مطلع بضاعه، دخل بضاعه، يفتح يدخل بضاعه، ده اسمه الوير هاوس. طيب تالت حاجه او رابع حاجه الشيبنج، الشيبنج اللي هي الناس بتاعه الشحن، الناس اللي هتشحن البضاعه، يعني هتوديها للعميل، هتنقلها للعميل. رابع حاجه البيلنج، الناس اللي هتفوتر العميل، الناس اللي هتطلع فاتورة للعميل. تمام؟ تمام. بعد البيلنج الانفنتوري كنترول، الانفنتوري كنترول ده اللي هو ايه؟ اللي هو واحد، فاكر فكرة اللي احنا كنا لسه بنقولها من شوية السيجريجيشن اوف ديوتيز، عارف الراجل بتاع الوير هاوس اللي قاعد على باب المخزن وعنده جوه، وليكن احنا شغالين بنبيع مناديل،
فهو عنده جوه في المخزن 1000 علبة مناديل، ومسجل عنده في سجل ان انا عندي 1000 علبة مناديل جوه، ولما بيخرج منهم حاجة او بيدخل عليهم حاجة بيسجل في السجل، صح كده؟ في واحد تاني برضو بيسجل وراه اسمه الانفنتوري كنترول، ده معهوش العهدة، معهوش الكاستدي، بس معاه الريكوردينج، علشان انا مش هينفع عدي الراجل بتاع الوير هاوس الكاستدي والريكوردينج، صح؟ فمخلي معاه هو الكاستدي وبسيبه يسجل برضو عادي، مفيش مشكلة، من حقه انه يبقى مسجل هو عنده ايه، ولكن الريكوردينج الاساسي اللي بعترف بيه هو الريكوردينج بتاع الراجل بتاع الانفنتوري كنترول. تمام؟ تمام. عشان الراجل ده هو اللي هيجي يقول لي اول ما الاقي عموما يعني في الشركات تلاقي مثلا ايه عندنا دباسات وورق واقلام ولا بلا بلا بلا، فيجي الراجل بتاع الانفنتوري كنترول ده بيبقى محدد لكل حاجه حد ادنى. اول ما يجي مثلا الدباسات ما ينفعش ان هي تقل عن 3، التونرز اللي هي بتاعه البرينترز، الحبارات اللي بتتحط في البرينترز ما ينفعش رصيدها مثلا يقل عن 5 مثلا، فيجي اول ما رصيدها يجي 5 تلاقي الراجل بتاع الانفنتوري كنترول ده لو سمحت عايزين نشتري حبارات، لو سمحت عايزين نشتري دباسات. فالراجل ده قاعد مش مجرد بيسجل بس، لا ده كمان وبيتابع الارصده. طيب الاكونت ريسيفبل، طالما هبيع يبقى لازم يكون في اكونت ريسيفبل عشان يحصل. اكونت ريسيفبل ده اللي هم، وانا هنا السايكل على اساس ان انا مش ببيع كاش وقتي، لا ده انا ببيع يعني ببيع اجل، يعني فاهمني ان انا ببيع اجل وشويه وهبقى احصل فلوسي. فالاكونت ريسيفبل ده اللي هم العملاء او اللي هم المدينين، ده اللي هيسجل ان انا والله ليا 10,000 جنيه عند العميل الفلاني الفلاني عشان اشترى مني كذا ولسه ما دفعش، وهو ده اللي هيحصل بعد كده. تمام؟ والجنرال ليدجر اللي هو الاستاذ العام اللي انا بسجل فيه، والكريدت اللي هم الناس بتوع الكريدت علشان العميل ده عايز يشتري مني بالاجل، هيشتري مني بالاجل يعني مش هيدفع كاش، يعني كانه بائتمان، كاني هسلفه، صح ولا ايه؟ فطالما كاني هسلفه يبقى الناس بتوع الكريدت لازم يدخلوا في الموضوع علشان يشوفوا العميل ده ممكن فعلا اصلا اديله كده فلوس واديله بضاعه من غير ما يدفع، ولا لا العميل ده ما ينفعش، ده العميل ده تعبان وعلى قده وسمعته وحشه، فانا لازم لو هبيع له هبيع له كاش بس. تمام؟ فده الناس بتوع الكريدت. يبقى احنا كده يعني اظن فهمنا كل حد من دول بيعمل ايه. طيب بيبدأ الموضوع عند الكاستمر، بيبدأ الموضوع عند الكاستمر ان هو بيجي بيعمل حاجة اسمها كاستمر اوردر. هنفترض ان احنا الشركة بتاعتنا بتبيع زي ما قلنا مثلا بتبيع ورق ابيض، الورق الابيض اللي هو الايه البلوكات بتاعت الورق الابيض ديت. فجي قال يا جماعة بعد اذنكم، الراجل ده بيعرف مين؟ العميل اللي بره واحنا الشركة. مين حلقة الوصل ما بيننا وبينه؟ الناس بتوع السيلز، هم دول حلقة الوصل اللي ما بين، شايف الخط الاسود ده اهو، حلقة الوصل اللي ما بين الكاستمر والشركة، هم الناس بتوع السيلز. فبيقوم جاي الراجل وعامل حاجة اسمها كاستمر اوردر، طلب لو سمحت يا جماعة انا عايز اشتري منكم 100 رزمة ورق. فبيقوم الراجل بتاع السيلز كل اللي هو عامله لا يملك اي حاجة، الراجل بتاع السيلز ده راجل محولجي، هياخد الحاجة، قد يكون هو اللي سعى وجري وراح اصلا جاب العميل، وهيقوم واخد الطلب بتاع العميل ده ومحوله للناس بتوع الكريدت، يبعت السيلز الكاستمر اوردر بس يقوم هو معتمده كده ويخليه يطلع من عنده ويبقى اسمه سيلز اوردر. يا جماعة الشركة الحمد لله ربنا وفقها وهتبيع اخيرا 100 رزمة ورق بعد اذنكم يا كريدت، وقلنا ان احنا نبيع للراجل ده اون كريدت، الراجل عايز ياخد الورق دلوقتي ويدفع ان شاء الله كمان سنتين. ف
فالناس بتوع الكريدت هيقوموا بقى واخدين كده، اه الراجل ده كويس، الراجل ده اتعامل معانا قبل كده فعلا وسدد، الراجل ده ممتاز، الراجل ده ملتزم، يبقى هنديله ابروفد سيلز اوردر، احنا ككريدت موافقين. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده العمليه دي ما تتمش الا لما الكريدت يابروف. شفت احنا عملنا ايه؟ الراجل بتاع السيلز، الراجل بتاع السيلز احسن حاجه بالنسبه له انه يعمل ايه؟ يبيع. الراجل بتاع السيلز، الناس بتوع السيلز دول دايما بيبقى مرتباتهم قايمه على الكوميشن، فالراجل بتاع السيلز نفسه انه اي حد يجي له يقول له لو سمحت انا عايز اشتري 100 رزمه واسدد بعد سنه، يقول له يا باشا ولا تسدد بعد 10 سنين مش مشكله، المهم تعالى اشتري. عايز الشركه تبيع علشان ياخد كوميشن. فانا عشان كده عملت سيجريجيشن وما سبتش مع الاثوريتي، خدت منه الاثوريتي واديتها للراجل بتاع الكريدت، هو اللي يدي الابروف علشان اضمن ان السيلز اللي هتتم ديت تكون الى حد ما يعني هقدر احصلها بعد كده. طيب الراجل ابروف تمام، وبعد ما هيعمل ابروف هيقوم هيطلع من الابروف ده هيطلع منه 5 نسخ. ركز معايا كويس، هيطلع من الابروف ده 5 نسخ. النسخة الأولانية هيديها للراجل بتاع السيلز، كل واحد هتروح له نسخة لغرض، مش احنا بإيه صورنا فطلع 5، لأ كل واحد رايح له نسخة لغرض، لازم تبقى عارف الغرض ده. الراجل بتاع السيلز هتروح له النسخة بتاعته، ليه؟ علشان يعرف العميل، يقول له والله يا فندم حضرتك كنت طالب 100 رزمه بس للاسف يعني الكريدت لما بص عليك كده وشاف وضعك وانت المره اللي فاتت اصلك اتاخرت شويه فقالوا لا احنا هنبيع لك 50 رزمه بس. فده اللي هياخد الابروفد سيلز اوردر اللي اتابروف من الناس بتوع الكريدت ويعمل اكنولجمنت للعميل، اكنولجمنت هيبلغ العميل ويعرف العميل. تمام تمام، خلي بالك عشان مهمة الاكنولجمنت دي، مهمة جدا مهمة جدا. خلاص هو عرف العميل ان يا فندم تم الموافقة على كام؟ على 70. طيب هنعرف الاكنولجمنت دي مهمة ليه كمان شوية، وهيروح نسخة من الابروفد سيلز اوردر للراجل بتاع الوير هاوس، يا راجل يا اللي قاعد على باب المخزن بعد اذنك يلا شد حيلك قوم وطلع لنا 70 رزمة ورق علشان في عميل هيشتري. فالراجل بتاع الوير هاوس ده هيقوم عامل ايه؟ بص السايكل، بص الاسهم هتبقى ماشيه ازاي. تمام، احنا كنا خلاص الراجل السيلز راح له الابروفد سيلز اوردر، عمل اكنولجمنت للعميل، بعد كده الراجل بتاع الوير هاوس هيروح له الابروفد سيلز اوردر، هيقوم مطلع البضاعه اهي، وهيقوم مع البضاعة هتطلع من عند الوير هاوس حاجة اسمها الباكينج سليب. الباكينج سليب دي طالعة منين؟ طالعة من الوير هاوس. ايه الباكينج سليب؟ الباكينج سليب دي هي يعني ايه؟ هقولك، عارف لما بنشتري حاجة من سوق امازون، جوميا، نون، فبيجي لك الباكج اللي انت شاريها وعليها من بره ورقه كده لطيفه ظريفه بيبقى مكتوب عليها المواصفات بتاعت الحاجه اللي انت شاريها، سواء او من جوه تلاقي مثلا حاجه مكتوب عليها كده ورقه مكتوب فيها مش عارف ان انت مشتري مش عارف ايه مثلا وات ايفر، مثلا اي حاجه، اي حاجه، مكنه حلاقه، اشتريت مكنه حلاقه، والله المكنة دي مش عارف مكنة صنع مصنوعة في ألمانيا، مكنة ديت مش عارف موديل اسمه كذا، عدد الكوانتيتي اللي موجودة جوه الباكج دي، مثلا لو انت مشتري واحدة ليك وواحدة لأخوك وواحدة لابن عمك موجود 3، لا سيبك من البرايس، تفاصيل بتاعة البرودكت، التفاصيل دي اسمها الباكينج سليب، بتبقى ملزوقة كده على البرودكت اللي طالع من عندي. تمام، فالراجل بتاع الوير هاوس بيقوم مطلع من عنده 60 رزمة ورق وحاططهم في كرتونة
فالكرتونه ديت اللي شايفها مش عارف الكرتونه دي فيها ايه، فبيقوم هو كاتب عليها من بره ده 60 رزمة ورق A4 مش A5 مسطر ابيض الوان whatever، هو دي او هو ده الباكينج سليب. تمام تمام فالراجل بتاع الوير هاوس كده راح له ابروفد سيلز اوردر، راح قايم ومطلع من عنده حاجتين، طلع بضاعه وطلع على البضاعه ملزوق. تخيلها كده دايما، اربط الباكينج سليب دي كرتونه ملزوق عليها ورقه مكتوب فيها مواصفات المنتج. تمام تمام مواصفات الحاجه اللي خارجه من المخزن. يروح تروح البضاعه بعد والباكينج سليب دول الراجل بتوع الوير هاوس يوديهم للناس بتوع الشيبنج، علشان الناس بتوع الشيبنج هم اللي هيشحنوا الحاجه للعميل، صح ولا ايه؟ صح. طب افرض هو كان مخرج، هو كان جاي له، خلي بالك الناس بتوع الشيبنج انا هقول لك اهو بقى راح لهم ليه ابروفد سيلز اوردر. ها الراجل بتاع الوير هاوس راح له ابروفد سيلز اوردر عشان يقوم يفز يطلع الحاجه من المخزن. امال الراجل بتاع الشيبنج راح له ابروفد سيلز اوردر ليه؟ راح له ابروفد سيلز اوردر عشان لما تجيله البضاعه من الراجل بتاع الوير هاوس فيلاقي ان الراجل جايب له وليكن مثلا 75 رزمه ورق، يقول له لا يا باشا ده المفروض 70 بس، انت مش معاك ابروفد سيلز اوردر ولا ايه؟ فهو جاي مدي للراجل بتاع الشيبنج ابروفد سيلز اوردر، الراجل بتاع الكريدت لما ابروف السيلز اوردر ادى لبتاع الشيبنج علشان يقدر يماتش ما بين الابروفد سيلز اوردر وما بين الجودز والباكينج سليب اللي جايين من عند الوير هاوس. ما هو ممكن يلاقي العدد مظبوط انما مكتوب A4، نوع الورق مكتوب على الباكينج سليب A4، يقول للراجل بتاع الوير هاوس، يقوم بتاع الشيبنج مرجعها له يقول له يا ابني صح صح يا ابني الناس طالبه A5 وانت مطلع لهم A4، اهو مكتوب في الابروفد سيلز اوردر ان هم عايزين A5، انت ليه مطلع A4؟ فانا مدي نسخه من الابروفد سيلز اوردر للراجل بتاع الشيبنج عشان يبقى عين على العين بتاعت الراجل بتاع الوير هاوس. طب الراجل بتاع الشيبنج جات له الجودز والباكينج سليب ومتشهم مع الابروفد سيلز اوردر وطلعت الدنيا تمام، طلعت الدنيا تمام، يقوم هو عامل حاجه اسمها بيل اوف لادنج. البيل اوف لادنج اللي هي بوليصه الشحن. بوليصه الشحن يعني ايه بوليصه الشحن؟ يعني ان انا كراجل بتاع شيبنج، انا دلوقتي انا هروح اشحن للعميل 70 رزمة ورق A4. تمام خلاص انا كأن انا استلمتهم فعلا، باقر ان انا استلمت الحاجة ديت من الراجل بتاع الوير هاوس وانا هروح يا جماعة اشحنها للعميل. تمام خلي بالك بقى، يبقى الراجل بتاع الشيبنج خد الجودز والباكينج سليب من الوير هاوس وراح لقاهم مظبوطين، فراح عامل بيل اوف لادنج بوليصه شحن، وراح واخد التلاته اللي هما الجودز والباكينج سليب والبيل اوف لادنج وموديهم للعميل، راح شاحنهم لمين؟ شاحنهم للعميل. تمام فالعميل راح له ايه؟ راح له الجودز والباكينج سليب والبيل اوف لادنج، صح كده؟ راح له الثلاثة دول. يقدر يعمل لهم ماتش مع ايه؟ مع الاكنولجمنت اللي كانت جات له من الراجل بتاع السيلز. مش الراجل بتاع السيلز قال له يا فندم حضرتك كنت طالب 100، انما الراجل بتاع الكريدت لما بص كده في الفايل بتاعك والهيستوري بتاعك معانا قال لا للاسف مش هنديك 100 هنديك 70، صح؟ فهو دلوقتي بقى عارف ان هو هيجي له 70 رزمة ورق، عشان الراجل بتاع الشيبنج ده ولو هو جاي في وسط الطريق وراحت ايه مراته قالت له احنا داخلين على مدارس والعيال عايزه تذاكر، ما تجيب لنا حاجه كده نشخبط فيها والعيال تذاكر فيها، فراح سحب رزمه من الرزم ديت وراح للعميل ب 69 رزمه. العميل يقول له لا ده انا اور وصحي قوي، انتوا قايلين لي ان انتوا هتجيبوا لي 70، ليه دول 69؟
فعرفنا فايدة الاكنولجمنت ان العميل يقدر يماتش اللي هيجيله البضاعة الفعلية مع الايه، مع الاكنولجمنت اللي جايله من بتاع السيلز. يبقى انا كده برضو خليت فيه كنترول على بتاع الشيبنج انه ملزم انه يوصل البضاعة فعليا اللي بتاع الكريدت وافق عليها، لان بتاع السيلز بلغ العميل بيها. تمام. ولما بتاع الشيبنج راح مودي البضاعة والباكينج سليب والبيل اوف لادنج للعميل، تمام، في الراجل بتاع الشيبنج بيطلع من عنده حاجتين، حاجات هتروح للعميل وحاجات هتروح للمرحلة اللي بعديه. خلي بالك احنا ايه الابروفد سيلز اوردر، بص ماشي شمال، انما بعد كده احنا بقينا ماشيين يمين، بقينا بنرجع. الراجل بتاع الوير هاوس ادى للراجل بتاع الشيبنج، والراجل بتاع الشيبنج راح مطلع البضاعة والباكينج سليب والبيل اوف لادنج للعميل، وراح مطلع صورة من الباكينج سليب وصورة من البيل اوف لادنج لمين؟ للراجل بتاع البيلنج، عشان الراجل بتاع البيلنج ده هو اللي هيعمل الفاتورة. فالراجل ده هيعمل فاتورة بكام؟ هيعمل فاتورة باللي مكتوب في البيل اوف لادنج واللي مكتوب في الباكينج سليب، ويقدر يماتشهم مع الابروفد سيلز اوردر، عشان هو جاله نسخة، الراجل بتاع الكريدت بعت له نسخة، عشان لو الناس دي تأمرت عليه وضحكت عليه وراحت قايله له احنا طلعنا للعميل 65 رزمة بس وهم كانوا مطلعين 70، او قالوا له احنا طلعنا 75 وهم كانوا مطلعين 70، يقدر يقول لهم لا يا جماعة في حاجة غلط، انا معايا صورة من الابروف دي سيلز اوردر والمفروض ان انتوا تطلعوا 70. تمام، فهو هيماتش الابروف دي سيلز اوردر مع الباكينج سليب والبيل اوف لادنج اللي جوله. تمام، وهيقوم عامل ايه؟ وهيقوم عامل فاتورة. تمام. طيب هيعمل الفاتورة، والفاتورة ديت هيبقى في منها نسختين، نسخة هتروح للسيلز علشان يسلمها للعميل، ما احنا اتفقنا بقى ان السيلز ده حلقة الوصل ما بيننا وما بين الايه العميل، هيعمل الفاتورة نسخة هيسلمها للسيلز، وبتاع السيلز هيروح مسلمها للعميل. العميل طبعا هيقوم عامل ايه؟ هيطابق اللي جايله في الفاتورة مع البضاعة اللي كانت جات له فعلا مع الباكينج سليب والبيل اوف لادنج اللي كانوا عليها، ونسخة تانية من الفاتورة هتروح للناس بتوع الاكاونت ريسيفابل، بنقول لهم يا جماعة خليكوا عارفين وصحصحوا كده معانا، في واحد اشترى مننا 70 رزمة ورق وما دفعش اي حاجة، فبعد اذنكم يعني ايه ابقوا عارفين ان احنا لينا بضاعة برة، وشوفوا هتحصلوها امتى وفقا طبعا للي مكتوب في الفاتورة. وهنا خلص دور الراجل بتاع البيلينج. الراجل بتاع البيلينج زي ما جاله صورة من الباكينج سليب والبيل اوف لادنج، بيقوم برضو هو محول الصورة ديت او صورة منها يعني للراجل بتاع الانفنتوري كنترول. انت يا عم بتاع الانفنتوري كنترول يلي ما وراكش اي حاجة غير ان انت بس تسجل ايه اللي دخل للمخزن وايه اللي خرج منه، لو سمحت سجل عندك، ودي خلاص اخر مرحلة، سجل عندك ان خرج من عندنا 70 رزمة ورق، فيقوم الراجل مسجل عنده علامات اللي هي بتبقى الاسطوانة ديت. الاسطوانة ديت بتبقى مرحلة السيف، يعني مرحلة التسجيل، فكل اللي تحت ده اسطوانة ان انا بسجل في الفايل، بسجل في الفايل انفنتوري ريكوردز، اسجل في الانفنتوري ريكوردز. الناس بتوع الاكونت ريسيفابل لما راح لهم الانفويس سجلوها في الاكونت ريسيفابل فايل. تمام، والراجل بتاع الجنرال ليدجر في الاخر طبعا هيمشي بقى القيود اللي بتحكي الكلام ده كله، ان احنا بعنا وطلعنا ومش عارف ايه، القيود المحاسبيه يعني، وهيسجلها في الجي ال فايل. طيب دي كده السايكل. ماشي، تعالوا بقى نشوف الكلام بيقول ايه. اول ستيب
هنا بيقول لك الستيب وايه الامبيدد كنترول، ايه الكنترول اللي هم حاطينه في الستيب دي. سيلز ريسيفز ا كاستمر اوردر فور مرشندايز، بريبيرز ا سيلز اوردر اند فوروردز ات تو كريديت. تمام. الكنترول اللي هنا ريكونسايلنج sequentially numbered sales orders helps ensure that orders are legitimate. بيقول لك ان انا لازم السيلز اوردر اللي تبقى طالعه من الناس بتوع السيلز تبقى مترقمه، يعني سيلز اوردر رقم 1 لسنه احنا دلوقتي مثلا في 22، رقم 2 سيلز اوردر رقم 3 لسنه، ان الناس بتوع السيلز اي اوردر يطلعوه من عندهم يبقى نمبرد. خلي بالك ده كنترول اسمه النمبرد او البري نمبر، ان انا اي دوكيمنت مش هنا بس، ده هي في كل الاكاونتنج سايكلز ولازم ده تبقى عارفه، ده بريفنتيف ونوعه بريفنتيف كنترول، ان انا اي حاجه مستند بيتاخد عليه اكشن زي طلب بيع او طلب شراء او مثلا مش عارف طلب او اللي هو امر مش عارف توريد او مناقصه، الكلام ده لازم الحاجات دي كلها تبقى نمبرد مسلسله، بري نمبرد مسرياله، تمام، عليها سيريال اقدر بحيث ان مفيش اي حاجه تسقط منها، تمام، او اي حاجه تتضرب فانا ابقى عارف ان دي فعلا صادره من عند الجهه ديت. انا جاي لي سيلز اوردر مثلا رقم 15، انما انا عارف ان اصلا الناس بتوع السيلز ما بعتوليش غير 8، يبقى 15 ايه 15 ده كده يا باشا، ده مضروب، ده في حد تاني اللي بعته او مش مظبوط في حاجه. تمام. طيب تاني ستيب، الكريدت بيرفورمز ا كريدت تشيك اون ذا كاستمر اف ذا كاستمر از كريدت وورثي كريدت ابروفز ذا سيلز اوردر. تاني مرحله ان الناس بتوع الكريدت بيعملوا تشيك للعميل ولو هو يستحق فعلا ان هو يحصل على الائتمان، معناها هديله بضاعه ومش هاخد فلوس، فالناس بتوع الكريدت هيابروفوا الكلام ده. طيب الامبيدد كنترول هنا ايه؟ انشورز ذات جودز ار شيبد اونلي تو اكتوال كاستمرز اند ذات ذا اكونت از انلايكلي تو بيكام ديلينكوينت. وارد كان يحصل ايه؟ ان الراجل بتاع السيلز ده يضرب اسم اي عميل، يجيب ابن خالته بقول لك ايه، تعالى احنا هنعمل شغلانه حلوه قوي، انت هتيجي كان انت عايز تشتري الرزم الورق، تمام، وانت اصلا ولا تفهم اي حاجه، وانت لما تاخد الرزم الورق دي هتديها لنا انا هصرفها واديك حسنتك. فتلاقي ان مفيش كاستمر ولا اي حاجه، دي هي اشتغاله بتاع السيلز عاملها عشان يبقى ايه كسب من ناحيتين، هو عايز يسمع انه بيعمل سيلز وفي نفس الوقت هياخد الورق هيظبط بيه اموره وان شاء الله هنبقى ايه، يا اما هيبقى يسدد يا اما يبقوا يقفشوا قريبه اللي جابه ده. فعلشان كده الراجل بتاع الكريدت بيعمل تشيك، ينزل بقى لا طب هات لي بقى الايه السجل التجاري بتاع العميل ده، هات لي البطاقه الضريبيه بتاعته، انا هنزل اعمل له زياره ميدانيه. فبتاع الكريدت بيتحقق فعلا ان في عميل. تمام. طيب ثالث حاجه، كريدت سيندز ذا ابروفد سيلز اوردر تو سيلز وير هاوس شيبنج بيلينج and inventory control. خمس نسخ زي ما قلنا، notifies these departments that a legitimate sales has been made، بيعرف الناس يا جماعة الحمد لله الشركة ربنا وفقها وهتبيع 70 رزمة ورق. upon receipt of an approved sales order، بناء على ال approved sales order اللي راح للناس دي، الراجل بتاع السيلز هيعمل acknowledgement للعميل. the customer's expectation of receiving goods reduces the chances of misrouting or misappropriation. الراجل خلاص بقى عارف هيجي له ايه، فما ممكن فالحاجه لو حصل اصلا misrouting وراحت لعميل تاني بالغلط، هتلاقيه الراجل ده كمان شويه يتصل، يا جماعه انا كنت فيه طلعت لي موافقه ب 70 رزمه ورق، هو الورق انا لا شفت ورق ولا شفت اي حاجه، او ان يجي له زي ما قلنا 65 او 69. تمام. طيب خامس حاجة، upon receipt of an approved sales order warehouse pulls the merchandise prepares a packing slip and forwards both to shipping ensure that merchandise is removed from warehouse only as part of a legitimate sale. بناء على الابروفد اللي راح للwarehouse، الwarehouse هيطلع. Shipping سادس ستة، shipping verifies that the goods received from warehouse match the approved sales order, prepares a bill of lading and send the shipment to the customer. Ensure that the correct goods are shipped. إن البضاعة فعلا الصح
يعني احنا انا مش شايف ان احنا بنقول اي حاجه جديده عن اللي احنا كنا فعلا بنقوله من السايكل. انا كنت بحب وانا بذاكر بارت 1 ده ممكن من حوالي 4 سنين، ان انا كنت اقعد اذاكر من السايكل، كنت اذاكر من الرسمه، كنت اقعد اذاكر من الرسمه وافضل ابص على الرسمه. احنا لسه بنتكلم عن الفلوت شارت وازاي بتساعد في انك تعمل فول اندرستاندينج. فتخيل ان انا الناس اللي بتذاكر غلط، ان انا اقعد اذاكر من الكلام ده، اذا كان انا عمال اقول لك اصلا في اول اليونت فوائد الفلوت شارت وان هي تخليك تعمل فول اندرستاند، فاكيد طبيعي ان لما هيبقى فيه فلوت شارت اركز على الفلوت شارت وافهمه كويس من الفلوت شارت نفسه. هو اهم من الكلام، الكلام ده مجرد ترجمه للي احنا كنا لسه بنقوله من شويه. ماشي. upon receipt of the backing slip and bill of lading billing، الراجل بقى بتاع البيلنج هيماتش الكلام ده ويعمل الانفويس and set it send it it to to customer. if the invoice is paper based، لو الانفويس لو الفاتوره فاتوره ورقيه، a remittance advice is included for use in the cash receipts cycle. ال remittance advice دي حاجه كده اللي هو ايه، بيقول لك لو الفاتوره ورقيه، ريميتنس ادفايس دي اللي هي انا هدي العميل الفاتوره صح، وباخد معايا ريميتنس ادفايس كانها زي صوره كده من الفاتوره، بس العميل يمضي لي عليها استلمت اصل الفاتوره، ما يفيد الاستلام. تمام، يبقى دي ما يفيد الاستلام، الريميتنس ادفايس هي ما يفيد الاستلام. ده الكنترول هنا انشور ذات كاستمرز ار بيلد فور اول جودز، ان الراجل طلعت له فاتوره على كل البضاعه اللي وصلته، اند اونلي ذوز جودز ذات وير اكشوالي شيبد، اللي هي فعلا كمان اتشحنت له. ريكونسايلينج سيكوينشالي نمبرد انفويس، الفاتوره اي فاتوره لازم تبقى طالعه من الشركه لازم تبقى نمبرد، سيكوينشالي نمبرد مسلسله مسرياله، ده بريفنتيف كنترول، يخلي اي حد يقلل من احتماليه ان حد يضرب فاتوره، لان انا لازم كده عشان اضربها لازم ابقى عارف السيريال اللي عليه الدور ايه، وده صعب. اهو قال لك نمبر دي انفويس ترانزاكشنز هيلب بريفنت ميس ابروبريشن اوف جودز. تمام، طيب بتاع السيلز هيريسيف الانفويس من البيلنج، تمام، وهي ابديت السيلز اوردر فايل عنده، تمام، هيسجل خلاص عنده الراجل بتاع السيلز اهو، لما خد صوره من الفاتوره راح مسجل في الفايل عنده ان انا خلاص طلعت فاتوره للعميل ده، وبعد كده بيوجه الفاتوره للايه، للعميل. ماشي تمام، خلصت كده الايه السايكل دي. السايكل التانية عايزين فلوسنا بقى. عايزين تمن ال70 رز متورق يا باشا، ما احنا يعني زي ما كنا حلوين معاك واديناك ال70 رز متورق من غير ما ناخد منك فلوس وقعدت شهر ولا شهرين، تعالى بقى ادفع. فهيجي العميل فعلا يدفع، فعشان كده هنلاقي ان الستارت بادئ من عند مين؟ الستارت بادئ من عند العميل. العميل راح جه فعلا وقال انتوا طلعتوا ناس محترمه وانا الحمد لله بعت ال70 رزمة ورق وكسبت فيهم مكاسب خياليه، وعلشان كده انا جاي اسدد، فخدوا شيك، انا جايب لكم شيك اهو. تمام، وزي ما هو جايب شيك جايب برده ريميتنس ادفايس. تمام، ريميتنس ادفايس ديت زي يعني ايه، نفس القصه زي ما كنا بنتكلم، الريميتنس ادفايس دي اتعامل معاها دايما كده اللي هي ما تفيد الاستلام، حاجه كده زي ال 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 اللي هي بنسميها قسيمه ايداع. عارف لما يجي حد يحط شيك او يودع كده شيك في حسابه فبياخد حاجه كده زي قسيمه الايداع. اهم حاجه هنا في السايكل دي بتاعت الكاش ريسيت الراجل ده،
الادمن او الميل روم. الميل روم دي لازم اللي يبقى قاعد فيها حد اندبندنت، وبيكونوا شخصين في الغالب يعني، عشان ما يجيش يتقدم شيك لواحد فيقوم ضربه في جيبه ولا كانه شاف اي حاجه، يقول لك والله ما جالي اي حاجه. فعشان كده المفروض ان هي بيكون فيها شخصين العمليه ديت، ميكر وتشيكر. تمام، بيستلم المفروض الميل روم هنا او الادمن بيستلم الشيكات ويعمل حاجه اسمها ريميتنس ليستنج، حصيله كده بكل الشيكات اللي اتقدمت له طول اليوم. ما احنا ما بعناش للراجل اللي 70 رسمه ده بس، ما احنا كده هو ده بس اللي بعنا له طول الشهر، لا بعنا للاكس والواي والزد كل دول، وكل دول جم بيحطوا شيكات كل يوم، في شيكات جايه للشركه وفي ناس بتقدم. تمام، وبعد كده بيقوم مقدم محول الشيكات ديت للراجل بتاع الكاش ريسيت، بتاع الكاش ريسيت بيحول له الشيكات وبيحول له الريميتنس ليستنج. بنقوم الريميتنس ليستنج ديت مودينها للراجل بتاع الجنرال ليدجر عشان يسجل عنده في الحساب، والشيكات بنوديها البنك عشان ايه؟ عشان تتحصل. ولما بنوديها البنك بيقوم البنك مدينا ديبوزيت سليب، ما يفيد ان احنا اودعنا شيكات. بنقوم الديبوزيت سليب ده مرجعينه للراجل بتاع الكاش ريسيت علشان يسجله عنده في الفايل. تمام، والريميتنس ادفايس ديت زي ما قلنا الراجل بتاع الميل روم بياخدها بيمضي يعني، كانه ان هو كانه استلم من العميل وبيعرف بتاع الاكونت ريسيفبل ان انا استلمت من العميل، عشان الراجل بتاع الاكونت ريسيفبل يشيل الراجل ده خلاص ان الراجل ده سدد ما ايه ما عليه. تمام، سايكل يعني سهله ما فيهاش قصص. تعالى نشوف بيقول فيها ايه. قال لك اهو الميل روم اوبنز كاستمر ميل، الراجل بتاع الميل روم بيفتح الكاستمر ميل تو كليركس، تو اتنين ار بريزنت ات اول تايمز، كاستمر تشيكس ار ايميديتلي اندورزد فور ديبوزيت اونلي. بيفتحوا الكاستمر ميل، مش الميل يعني الميل، لا الميل يعني مظروف كده جاي يعني من العميل. تمام، اول ما يلاقوا شيكات لازم الشيكات دي يدوها ختم فور ديبوزيت اونلي، ان هي ديت يعني ايه هتتحصل. تمام، للتحصيل. ريميتنس ادفايسز ار سيبريتد. تمام، والريميتنس الريميتنس ادفايس الراجل بيبقى مقدم الشيكات ومعاها الريميتنس ادفايس ديت. تمام، ان انا ان احنا الريميتنس ادفايس ماشي، الريميتنس ادفايس ان احنا زي ما قلت لك ان احنا ايه ما يفيد الاستلام يعني، فديت بتاخد سكه وديت بتاخد سكه. reduces risk of misappropriation by a single employee، ان انا بقلل ان يحصل الريسك عندي هنا من خلال موظف واحد. mail room separates a remittance listing of all checks received during the day and forwards it with the checks to cash receipts. Remittance listing provides a control total for later reconciliation. ماشي، mail room separate remittance listing او remittance listing اللي احنا زي ما قلنا بكل حصائل الشيكات اللي جات له النهارده، فبيقوم عامل كده حصيله مجمعه، والله انا جالي 10 شيكات من فلان وفلان 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 وهكذا يعني. تمام، ال 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 الريميتنس ادفايس، عايز اقول حاجه مهمه، الريميتنس ادفايس ديت اللي انا العميل جايبها معاه وهو جاي، انا بدي للعميل ريميتنس ادفايس علشان اي حاجه بستلمها منه زي برضه بمضي له، بس الريميتنس ادفايس ديت اللي انا كنت اديتها له في السيلز، مش انا فاكر ان انا هنا في الاخر خالص كان قال لك فين انا عايز اجيبها، كانت فين 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 فين، ايوه، ان احنا لما قلنا من شويه ان لو الفاتوره ورقيه في ريميتنس ادفايس از انكلودد فور يوزن ذا كاش ريسيت سايكل، انا وانا ببيع للعميل اديت له فاتوره ليه ورحت مدي له واحده تانية
مديله يعني واحده كمان، قلت له خلاص اصل هو دلوقتي الانفويس دي هياخدها لي، الفاتوره دي هياخدها لي، ورحت مديله واحده تانية محرر انا واحده، قلت له امضي لي ان انت استلمت الاصل تمام، وخدت انا صوره ليا ان هو استلم الاصل تمام زي الفل، ورحت مديله صوره كمان كانها صوره يعني، قلت له لما تيجي تدفع يبقى هات الصوره معاك عشان تفكرني انت مين تمام. فانا دي كان صوره من الفاتوره كده يعني. فالراجل لما جه يدفع اداني الشيك اهو، الراجل بقى وهو جاي يدفع جاب لي معاه الشيك وجاب لي معاه الريمتنس ادفايس ديت، قال لي انا اللي كنت واخد السبعين رزمة، قلت له انا مش فاكرك، قال لي يا عم هو انت كنت مديني ريمتنس ادفايس اللي هي يعني ايه كأنها صورة الفاتورة علشان ايه افتكره تمام. بحاول يعني قدر الامكان ان انا ابسط معاكم الدنيا على قد ما اقدر. فقلنا ان الراجل بتاع الميل روم هنا بيبريبير ريميتنس ليستنج خلاص، وبيعمل لسته ويسجل فيها كل الحاجات اللي ايه اللي جات له. بعد كده كاش ريسيت بريبيرز ا ديبوزيت سليب اند ديبوزيت تشيكس ان ذا بنك، الراجل بتاع الكاش بيروح يودي الشيكات للبنك وبياخد اللي هو الديبوزيت سليب، ما يفيد ان هو اودع الشيكات دي. ما هو نضمن منين ان الراجل ده ما خدش الشيكات دي وراح ضاربها في جيبه او حصلها لنفسه او اي حاجه، ان هو راح البنك والبنك اداله ديبوزيت سليب ان انت اودعت بالفعل الشيكات ارقام كذا وكذا 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 المسحوبه على كذا وكذا 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 تمام. طيب upon receipt of the validated deposit slip cash receipts post a journal entry تمام وجنرال ليدجر، خلاص كل دي بقى هتبقى مجرد قيود. Ensure that the cash receipt journal is updated for the amount. ماشي كل دي كنترولز او بقيه تكملة الموضوع هي تنفيذ القيود. دي كده السايكل الثاني. السايكل الثالثة، هنا بقى اعكس، هنا بقى ايه اعكس. انا كنت ببيع لف الزمن ودار وجه عليا اليوم ان انا عايز اشتري طبيعي. طيب انا عاوز ايه، عاوز اشتري رصيد الورق اللي عندي خلص، رزم الورق اللي عندي اللي انا ببيع منها للناس خلص. فانا عايز انا نفسي انا بقى كشركة عايز اروح اشتري انا ورق تمام. الستارت هيجي من عند مين؟ مين اللي لو تفتكر اللي كان في السيلز سايكل كان قاعد كل دوره بس، وقلنا ان هو معاه ورقه وقلم وبيسجل انا المخزن عندي دخل فيه كذا خرج فيه كذا خرج منه كذا، الراجل بتاع الانفنتوري كنترول. الراجل بتاع الانفنتوري كنترول هو ده اللي قاعد عارف رصيد المخزن. ما الراجل بتاع الوير هاوس برضو اكيد عارف رصيد المخزن اه، بس انا باخد كلامي بتاع من الانفنتوري كنترول، هو اسمه مراقبه المخزون، هو ده اللي انا كلامه معتد بالنسبه لي. فالراجل ده عمل ستارت، الستارت جت من عنده، قال يا جماعه رصيد الورق خلص، وراح عامل حاجه اسمها البي ار، البرشيز ريكوزيشن. البرشيز ريكوزيشن وارد ان الستارت ما يجيش من عنده، وارد يقول لك ان في اداره ما طالبه حاجه معينه، افرض احنا عايزين نطلب حاجه اصلا لاول مره، اداره معينه قالت لك والله انا عندي مثلا موظف وفقا لطبيعه عمله احنا محتاجين نشتري لابتوب للموظف ده، فعشان كده هتلاقي ان البي ار ممكن ما يصدرش من عند، مش شرط انه يبقى من عند الانفنتوري كنترول، ممكن اي ديبارتمنت تطلع بي ار عادي، وارد اي ديبارتمنت ممكن تطلع بي ار، انما مش اي حد يطلع البي او، حد واحد بس اللي يطلع البي او. ايه البي او والبي ار؟ دقيقه واحده بس وهنقول. البرشيز ريكوزيشن طلع من عند الراجل بتاع الانفنتوري كنترول، وراح منه صوره بتاع البرشيزنج، لو سمحت يا بتاع البرشيزنج احنا
محتاجينك تشتري لنا ورق، لأن رصيد الورق اللي عندنا في المخزن خلاص بيفنش، وصورة لبتاع الاكونتس بيبل لو سمحت يا بتاع الاكونتس بيبل، عشان الاكونتس بيبل ده اللي هيحاسب، ما هو ده اللي هيدفع. لو سمحت يا بتاع الاكونتس بيبل، بس احنا برضو هنشتري بالاجل، ما احنا مش هنبيع بالاجل ونيجي نشتري كاش، احنا برضو يعني ايه عارفين اللي لينا واللي علينا. فزي ما كنا بنبيع بالاجل وبنخلي بتاع الاكونت ريسيفبل يسجل عنده، هنبيع برضو هنشتري برضو اون كريدت بالاجل، وهنخلي بتاع الاكونتس بيبل يسجل عنده اللي علينا. وبنقول له الاول يا بتاع الاكونتس بيبل احنا رصيد الورق عندنا خلص وعايزين نشتري. طب بنعرفه ليه بتاع الاكونتس بيبل ده؟ لان بتاع الاكونتس بيبل ده هو اللي بيمثل هنا دور الفاينانس، هو اللي ممكن يقول لي لا 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 مش هينفع خالص نشتري دلوقتي، معناش ما مش هنقدر، اصبر لما السنة الجديدة تبتدي تكون الموازنة الجديدة بدأت، لان حاليا البادجت اللي مش عارف مخصصة للكلام ده رصيدها زيرو، دي ماينصة، لا اصبر بس شهر لحد ما مش عارف ايه اللي يتحصل فنقدر ان احنا نشتري. فانا لازم عشان كده بعرف بتاع الاكاونتس بيه. طيب يبقى انا كده البرشيز ريكويست او البرشيز ريكوزيشن راح للراجل بتاع البرشيزنج وراح للاكونتس بيبل. الراجل بتاع البرشيزنج هو اللي يملك انه يقدر يطلع حاجة اسمها البرشيز اوردر. البرشيز اوردر هو ده اللي بناء عليه، هو ده اللي بناء عليه اقدر ناخد بقية الخطوات، يعني ان فعلا المؤسسة كده تشتري طالما طلع بيرشيز اوردر. عشان كده البيرشيز اوردر ده ما يطلعش الا من بتوع البيرشيزنج. اي حد امر توريد، ده اسمه امر توريد او امر شراء، انما البيرشيز ريكويست طلب شراء، ممكن اي حد في المؤسسة يقدمه لبتوع البيرشيزنج طلب شراء، لو سمحت اشتروا لنا مكنة تصوير، لو سمحت اشتروا لنا ورق، لو سمحت اشتروا لنا طلب مش عارف ايه. انما البرشيز اوردر امر التوريد ما يطلعش الا من الناس بتاعه البرشيزنج. واكيد اول ما هيطلع البرشيز اوردر ده لازم هيعرف مين؟ هيعرف بتاع الاكاونتس بيبل، يقول له يا باشا احنا عايز هنطلع كذا، اعمل حسابك واستعد، جهز، ابقى عارف، خليك عارف ان احنا هنشتري لابتوب، خليك عارف ان احنا هنشتري 100 رزمة ورق، وسجلهم يا بتاع الاكاونتس بيبل علينا، سجلهم علينا ان دول التزام علينا، تمام. ويقوم مطلع مدي نسخة من البرشيز اوردر ده للريسيفنج. دي ناس جديدة ظهرت معانا ما كانتش موجودة قبل كده، وصورة كمان للفندر. طيب خلينا يعني نقف دقيقة واحدة كده ونراجع على الناس اللي فوق دول، بس عشان احنا نسينا ان احنا نقول مين دول في الاول زي السايكل اللي فات. ده الفندر اللي هو المورد اللي هيورد البضاعة، وده الريسيفنج، احنا لسه مش عارفين دوره ايه بس من اسمه كده ريسيفنج، يبقى ده اللي هيستلم، يبقى ده اللي هيستلم البضاعة اللي انا هشتريها، تمام. وده الوير هاوس، ده احنا عارفينه من المره اللي فاتت، ده اللي بيسجل الحاجه عنده في ده امين المخزن اللي قاعد على باب المخزن بيدخل البضاعه ويخرج البضاعه، تمام. وده الانفنتوري كنترول، عارفينه برده من المره اللي فاتت، ده اللي بيسجل كل حاجه داخله او خارجه من المخزن، ده اللي معاه الريكورد كيبنج، وده اللي معاه الكاستدي. الوير هاوس معاه الكاستدي والانفنتوري كنترول معاه الريكورد كيبنج. وده بتاع البرشيزنج خلاص عرفناه، ده اللي بيدي البرشيز اوردر ومحدش غيره يقدر يدي البرشيز اوردر. وده بتاع الاكاونتس بيبل عكس الراجل اللي هناك بتاع الاكاونتس ريسيفبل. بتاع الاكاونتس ريسيفبل كان بيسجل ايه اللي لينا، بتاع الاكاونتس بيبل ده اللي هيسجل ايه اللي علينا. وده الراجل بتاع الجنرال ليدجر خلاص اللي بيسجل القيود، تمام. طيب نرجع نكمل. البرشيز اوردر هيطلع منه ثلاث نسخ. البرشيز اوردر اللي هيعمله البرشيزنج هيطلع منه ثلاث نسخ. النسخة الأولانية
هتروح للراجل بتاع الاكونتس بيبل، تمام، علشان يسجل اللي علينا. يا باشا بعد اذنك سجل ان احنا طلبنا، اعمل حسابك يعني وخليك عارف وسجل كده ان احنا طلبنا 100 رزمة ورق. يبقى دي النسخة الأولانية. الراجل بتاع الاكونتس بيبل هيعمل ماتشنج ما بين البرشيز اوردر وما بين البرشيز ريكوزيشن، ولو لقى اختلاف هيرجع للراجل بتاع البرشيز اوردر يقول له ايه ده؟ ده الراجل بتاع الانفنتوري كنترول قال لك اشتري 120، انت ليه طلبت 100 بس؟ هيقول له احنا دلوقتي هنشتري 100 علشان اسعار الورق عاليه اصلها شويه دلوقتي، فهنشتري 100 بس نمشي نفسنا، ولما الدنيا الاسعار تنزل تاني. بس هو مجرد يعني عين على عين، تمام؟ او يقول له ايه ده صحيح هو كان طالب 120، ده انا ما خدتش بالي، طب اصبر انا هعمل برشيز اوردر جديد. كنترول يعني كنترول اضافي. اهم بقى كنترول في السايكل دي كلها هو الكنترول ده، البرشيز اوردر اللي هيروح للراجل بتاع الريسيفنج. ركز معايا كويس، البرشيز اوردر اللي هيروح للراجل بتاع الريسيفنج هيبقى without quantities، مش مكتوب فيه كميات. هقول له يا بتاع الريسيفنج استعد وفضي كده، شوف انت هتستلم الحاجة فين واعمل حسابك، احنا جايلنا نقط رزمة ورق. مع اني بتاع الاكونتس بيبل كان عارف والناس عارفة ان انا هشتري 100 رزمة ورق، اشمعنى ده اللي ما قلتلوش؟ هقول له احنا هنشتري نقط رزمة ورق، مش هعرفه العدد اللي انا هشتريه. وطبعا هودي برشيز اوردر للفندور طبعا بالعدد، لان الراجل انا مش عايز اقول له لو سمحت اديني نقط رزمة ورق، لا، الفندور اللي هو المورد اللي هيورد لي هعرفه، انما الراجل بتاع الريسيفنج ده مش هعرفه انا هشتري كام رزمة. ليه؟ برخم عليه؟ لا مش برخم عليه، بس عشان الخطوة اللي جاية دي اللي هي ايه، الراجل الفندور لما هيروح له البرشيز اوردر هيلاقيني قايل لو سمحت طلع لي 100 رزمة، انا عايز اشتري منك 100 رزمة ورق، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم مطلع من المخزن عنده 100 رزمة ورق، وهياخد الخطوات اللي عنده اللي هي كانت زي في السيلز سايكل عندنا، لحد ما هيقوم جايب الجودز والباكينج سليب عندنا، صح كده؟ صح. الجودز والباكينج سليب دول بقى لما يجوا للراجل بتاع الريسيفنج، الراجل بتاع الريسيفنج لازم يكتب هو استلم كام رزمة ورق. فانا هنا هجبره انه يعد، لان انا ما كنتش كاتب له كوانتيتي. طب افرض انا كنت كاتب له بتاع الريسيفنج استعد عشان الفندر اللي احنا بنشتري منه الورق هيجيب لنا 100 رزمه، تفتكر انت كان اول ما الراجل هيجيب له الكراتين هيقوم الراجل بتاع الريسيفنج عامل ايه؟ تم استلام 100 رزمه وتم عدهم وفرزهم، ولا عد ولا بص ولا شاف، خلاص انا اديته الرقم فكوبي بيست. انما انا هنا هجبره انه يعد، هجبره ان هو يعد الحاجه ويفرزها ويشوفها، ويقوم عامل حاجه اسمها ريسيفنج ريبورت. ريسيفنج ريبورت تقرير استلام. تقرير الاستلام ده مهم قوي بالنسبه لي، فانا علشان كده ما عرفتش الراجل بتاع الريسيفنج الكوانتيتيز. الراجل كده بتاع الريسيفنج جاله ايه؟ جاله الجودز والباكينج سليب. هيقوم مودي الجودز للوير هاوس ومعاها صوره من الريسيفنج ريبورت. نركز تاني، الراجل بتاع الريسيفنج راح له ايه؟ راح له برشيز اوردر وذاوت كوانتيتيز. طب وجاله ايه؟ جاله حاجتين، يبقى راح له حاجه وجاله حاجتين وهو عمل حاجه. راح له حاجه وبعد كده من الشركة، من الراجل، من البرشيز اوردر، وبعد كده جاله من بره حاجتين وهو عمل حاجة. جاله البرشيز اوردر في الاول من الشركة، وبعد كده جاله من العميل البضاعة وعليها الباكينج سليب، فرح هو عد البضاعة وفرزها وعمل حاجة اسمها الريسيفنج ريبورت. وهيطلع من الريسيفنج ريبورت ده 3 نسخ. نسخة هيوديها مع البضاعة للراجل بتاع الوير هاوس ويقول له يا راجل يا بتاع المخزن دخل البضاعة دي عندك في المخزن، فالراجل بتاع المخزن يقوم عادد البضاعة ومتأكد منها ويعمل لها ماتشنج مع الايه؟ مع
مع الريسيفنج ريبورت، ويودي الباكينج سليب للراجل بتاع الانفنتوري كنترول ومعاه صورة من الريسيفنج ريبورت، عشان الراجل بتاع الانفنتوري كنترول ده لازم يسجل عنده انا المخزن بتاعي جالي كام رزمة ورق، فانا هسجل ازاي؟ ما هي الجودز نفسها راحت المخزن، فانا محتاج حاجة تقول لي. فعشان كده الوير هاوس هياخد البضاعة، والانفنتوري كنترول هياخد الباكينج سليب ومعاه برضو صورة من الريسيفنج ريبورت، والاكاونتس بيبل اخر حاجة هياخد برضو صورة من الايه، من الريسيفنج ريبورت. الراجل بتاع البرشيزنج ما خدش صورة من الريسيفنج ريبورت، لو تاخد بالك ما خدش ايه، ما خدش صورة من الريسيفنج ريبورت، خلاص مالوش حاجة ليه، مش هو وظيفته ان هو كان يدي امر الايه، امر الشراء، صح؟ وما خدش ريسيفنج ريبورت، صح؟ خلي بالك انت ممكن تشوف ان دي مشكلة، ايه ده ازاي ده الراجل اللي مشتري، هقول لك اصبر اتقل، ما هي لما نيجي السايكل الجاية واحنا بندفع هقول لك. المهم، والراجل بتاع الاكونتس بيبل جاله خد برضو ريسيفنج ريبورت عشان يعمل له ماتش مع البرشيز اوردر مع البرشيز ريكوست، وكل واحد هيسجل وفقا للفايل او الجي ال اللي عنده. تمام، خلصت كده السايكل دي. تعال نشوف بقى بتقول ايه. Inventory control prepares purchase requisition when inventory approaches the reorder point and send it to purchasing and accounts payable. الراجل اول ما الرصيد وصل عنده للحد الادنى راح عامل purchase request. قال لك predetermined inventory levels trigger authorization to initiate purchase transaction. ان انا ببقى يعني دي حاجة كويسة، او المفروض ان انا ابقى عامل inventory level trigger، يعني ايه؟ حد ادنى من رصيد كل صنف او مخزون عندي. Purchasing locates authority vendor in vendor file prepares a purchase order and updates the purchase order file. Ensure that goods are bought only from vendors who have been pre-approved for reliability. اه الفندر ليست، حتة الفندر ليست دي، ان انا لو انا عايز اشتري اي حاجة، انا كشركة عايز اشتري ورق، عايز اشتري لابتوب، عايز اشتري مكنة تصوير، عايز اشتري ادوات كتابية، اي حاجة، ممكن يكون عندي حاجة جميلة قوي اسمها فيندر ليست. دي قائمة بالموردين اللي انا بتعامل معاهم، مش بروح كده اشتري من اي حد من دماغي، لا ده الناس دي اتخضعت لجان فنية ولجان مالية ومش عارف ايه، وتأكدنا ان هم ناس كويسين ومحترمين واسعارهم افضل اسعار والكواليتي بتاعتهم افضل كواليتي، وبقى عندنا حاجة اسمها vendor list. طب ال vendor list ديت ايه من انواع الكنترول؟ preventive control، مهمة قوي وبيجي فيها اسئلة في الامتحان. ال vendor list ديت preventive control ليه؟ لانها تمنع الراجل بتاع ال purchasing من انه يشتري من حد على مزاجه، يجيب واحد قريبه ويقول له بقول لك ايه، افتح شركة الامل لبيع الاوراق الورق الابيض، ولو السوق بيبيع بخمسة جنيه بيع انت بعشرة جنيه، وانا هاجي كممثل شركتي انا الراجل بتاع البرشيزنج هاجي اشتري منك بعشرة، والخمسة جنيه الزيادة ديت ننصصها. تمام؟ لا، انا عامل كنترول لحاجة زي كده، وعامل حاجة اسمها الفندر ايه، الفندر ليست. طيب تمام. برشيزنج send the purchase order to vendor receiving and accounts payable. بنطلع ثلاث نسخ من purchase order، للفندر عشان يجهز لي البضاعة، وللreceiving عشان هو اللي هيستلم، وللaccounts payable. receiving's copy has blank quantities. النسخة بتاعت الراجل بتاع الreceiving نسخة على بياض، ما فيهاش الكم، فيها وصف المنتج لكن ما فيهاش العدد عشان اجبره ان هو يعد ويجرد ويفرز. vendor prepares merchandise for shipment. اللي راحت للفندر عشان يطلع الشحنة، واللي راحت للريسيفنج سبوتن نوتس تو اكسبكت شيبمنت عشان اعرفه، عشان يبقى مستعد ان في بضاعه جايه. تمام. معلش اسف. accounts payable سبوتن نوتس ذات liability تو ذيس فندر از اباوت تو انكريز. والاكونتس بيبل النسخه بتروح لهم علشان يعرف ان الليابيليتي بتاعتنا تجاه الفندور ده هتزيد.
accounts payable prepares a summary of all purchase orders issued that day and forwards it to general ledger for posting of the total to the GL file. ماشي. Updating the accounts payable and GL file. ماشي. الحاجات بتاعت الجيلات ديت يعني. ماشي. Goods arrive at receiving without a packing slip. Because quantities are blank on receiving's copy of the purchase order, employees can't assume the order is correct as received and must count them. يبقى الراجل بتاع الريسيفنج هيستلم البضاعة هي with a backing slip مع الباكينج سليب هيجيله الاثنين زي ما قلنا وانا كده هجبره ان هو must count items وان هو لازم هيعد الايه هيعد الايتيمز. طيب الريسيفنج receiving prepares a receiving report. الراجل بتاع receiving هيعمل receiving report وهي forward it with the goods to warehouse وهيفروده للويرهاوس علشان الكنترول هنا ايه detect discrepancies between the vendor packing slip and actual goods received. لما هبعت للراجل بتاع الويرهاوس الراجل هيماتش الحاجه ديت اهي مع الجودز مع الريسيفنج ريبورت ولو في اي discrepancies يعني في اي اختلافات هنقدر ان احنا ايه نكتشفها. اخر حاجه receiving sends the receiving report and backing slip to inventory control for matching the purchase requisition and updating of inventory records. Ensure that inventory records are current updating inventory. ان الراجل هيسجل ويبقى كده رصيد الانفنتوري عندي updated. And GL files separately provides an additional accounting control when they are periodically reconciled. تمام ونسجل في الGL والGL برضو يبقى updated. آخر حاجة receiving also sends the receiving report to accounts payable for matching with the purchase order and purchase requisition أو بنسميهم ساعات ال PO وال PR and updating the accounts payable file وده علشان ال vendor accounts يكون current و updated. تمام كده ال cycle ديت خلصت. اشترينا زي ما اشترينا زي ما بعنا وحصلنا لازم نشتري ايه وندفع صح. طيب الستارت هيجي من عند الفندر هيقوم الفندر باعت لنا الانفويس ومع الانفويس ريميتنس ادفايس زي ما قلنا الريميتنس ادفايس ديت بتبقى نسخه كده الراجل بتفيد الاستلام الراجل بياخدها ونسخه تانيه بتبقى معايا عشان لما اجي ادفع له بعد كده اديله الريميتنس ادفايس ديت اقول له افتكرني انت فاكرني انا اللي كنت واخد فاتوره بكذا بس الفاتوره انا مش هرجعها له تاني فبخليها ليا وكان صوره منها كده بديها له مع الشيك اللي انا بدفعه له زي هو ما عمل معايا وهو بيدفع وانا في الكوليكشن بتاعي الراجل جاب لي مع الشيك ريميتنس ادفايس الشيك مكتوب فيه 100,000 فانا مش عارف ال 100,000 دول بتوع ايه فجايب لي ريميتنس ادفايس بيقول لي ال 100,000 دول بتوع الفاتوره اللي هي كانت دي وصوره منها نفس الكلام انا وانا بديله الشيك برده بيبقى معاه ريميتنس ادفايس بقول له دي خاص بالعمليه اللي انا اشتريت منك فيها حوالي 100 رزمة ورق ولا وات ايفر فالستارت عند الفندور بيعمل فيندور انفويس ومعاه ريميتنس ادفايس بيجيبهم لبتاع الراجل الفيندور يعرف مين؟ يعرف بتاع البرشيزنج والكاستمر كان يعرف مين؟ يعرف بتاع السيلز تمام؟ يعني هو ده حلقه الوصل ما احنا بنعمل برشيزنج حلقه الوصل الراجل بتاع البرشيزنج وهيقوم مدي الانفويس والريميتنس للراجل بتاع البرشيزنج هيقوم الراجل بتاع البرشيزنج هيماتشهم مع ايه؟ مع البرشيز اوردر عشان كده
قلت لك في السايكل الاولانيه الراجل بتاع البرشيزنج ما جالوش ريسيفنج ريبورت، مش مهم، هو كده كده اصلا في الاخر هيجي له الانفويس وهي ماتشها مع البرشيز اوردر اللي كان طلعه، وهيقبرف الانفويس ويروح مديها للراجل بتاع الاكونتس بيبل ويقول له يا بتاع اكونتس بيبل خلاص طلع بعد وافق على ان احنا ندفع الفاتوره دي. فالراجل بتاع الاكونتس بيبل هيقوم عامل حاجه اسمها بيمنت فاوتشر، ان هو كانه خلاص بيوافق ان احنا ده بدل ما كان متسجل علينا كلايبيليتي لان احنا خلاص هنسدده كاش، ويقوم محولهم للراجل بتاع الكاش بيمنت الابروفد فيندور انفويس اللي ابروفها بتاع البرشيز اوردر اللي هو البرشيزنج، ومعاها البيمنت فاوتشر اللي عمله الاكونتس بيبل. فيقوم الراجل بتاع الكاش بيمنت مطلع شيك، والشيك هنديه لمين؟ ما هو مين اللي يعرف الفندر؟ البرشيزنج. وهنروح مديين الشيك لبتاع البرشيزنج، يروح بتاع البرشيزنج مدي الشيك لمين؟ مدي للفندر هو والريمتنس ادفايس عشان يفكروا بينا، يقول له احنا اللي كنا اشترينا منك ال 100 ورق ال 100 رز 100 ورق اللي كانت الفاتوره عامله زي الشكل ده كده. خدت بالك مين اللي خد الشيك؟ بتاع البرشيزنج هو اللي خد الشيك. وده يعرفنا اهميه انهي كنترول، الكنترول بتاع الفندر ليست، ان الراجل بتاع البرشيزنج ده ما يروحش يجيب هو اي فندر وخلاص، لان هو كده ممكن يشتغلني ويعمل من ورايا احلى شغل. لو هو كل حاجه هنشتريها البرشيزنج يقول له خلاص بقى سيبوها عليا دي انا هروح بقى الفندور، انا عارف فندور حكايه، ما هو كده ممكن يروح يضرب اي حاجه واي كلام ويجيب ناس يعملوا شركات وهميه او موردين وهميين باسعار مبالغ فيها ويظبطها معاهم. عشان كده انا لازم في كنترول مهم قوي اسمه الفندور ليست، وهو ان انا بكون بتعامل مع موردين معتمدين تم اختيارهم بعنايه، تمام، مش بقرار فردي. دي كده الكاش سايكل. تعال نشوف نقول فيها ايه. Purchasing receives a vendor invoice and remittance advice. The remittance advice is separated and filed. The invoice is matched with the purchase order and approved payment. مش ال embedded top control ensure that vendors are timely paid for goods received and that purchasing can follow up on partially filled order. ماشي يعني ماشي، كلام ما فيهوش اي حاجه جديده عن اللي احنا قلناه خالص. زي ما قلت لكم الشرح من السايكل نفسها هو فرق شاسع ما بينه وما بين ان انا اقعد اقرا الكلام كده مش 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 متصور ومش راسم في دماغي الشكل عامل ازاي. كده السايكل دي دن. ماشي، يتبقى السايكل الأخيرة. السايكل الأخيرة دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن، عشان تتصورها كده ماشي، عارف أنت مثلا إيه؟ عمال في موقع، عشان تتصورها، عمال في موقع، الشركة اشترت مقر جديد، ولا مثلا هنبني مقر جديد، هنبني مصنع، اي حاجة، وجايبين عمال والعمال شغالين، و العمال دول عايزين نحاسبهم. فبنحاسبهم ازاي؟ بنحاسبهم بعدد الساعات. اكيد اللي اشتغل 5 ساعات غير اللي اشتغل 10 غير اللي اشتغل 20، دي ناس مش موظفين، فبالساعة. فنحسبها ازاي واتاكد ان عدد الساعات ده ما بيتضربش؟ هي الفكره في كده. كل سايكل من دول خلي بالك احنا بنقولها الغرض، وانا بشتري ما انا عايز ما يضحكش عليا وانا بدفع، وانا ببيع مش عايز يضحك عليا وانا ببيع وتطلع من عندي حاجه زياده او اخد فلوس اقل، وانا بحاسب الناس مش عايز احاسب الناس بزياده، تمام، ويضحك عليا وادفع فلوس بزياده. فهو ده الغرض، ان انا يبقى في كنترولز عندي، تمام. ف الستارت هيجي منين؟ الستارت هيجي من الاوثرايزد امبلويز ريتس اند ديدكشنز. الاتش ار بيبعت للبيرول، تمام، الاوثرايزد امبلويز ريتس اند ديدكشنز، ان احنا الريتس يعني ايه؟ المفروض مثلا الدرجه الفلانيه ده بيتحاسب بسعر الساعه كذا ومش عارف ايه، ولو حد غاب بياخد بيديله الهيد لاين
انما الاحتساب بقى عند بتاع البيرول. البيرول هيماتش الكلام ده مع السمري اوف اورز وركد، تمام؟ ويبتدي علشان يقدر بعد كده يقول كل واحد هياخد كام. طيب هو جاب منين اصلا عدد الساعات السمري اوف اورز وركد دي؟ جات له من خلال الامبلوي كلوك كاردز اللي في البرودكشن، والراجل بتاع التايم كيبنج اللي قاعد بيراقب الامبلوي كلوك كاردز. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ هقول لك انا يعني ايه الكلام الجميل ده. مش دولت عمال صح؟ طيب فالعمال اللي عماله تبني وشغاله ديت قاعده في البرودكشن، وليهم سوبرفايزر. ليهم ايه؟ ليهم سوبرفايزر مشرف بيراقبهم. وعلشان نوفر اقصى درجه من الاستقلاليه والمونيتورنج، جبنا واحد اسمه تايم كيبر او تايم كيبنج. ده راجل كل وظيفته ان هو قاعد على الساعه اللي كل ما عامل بيجي بيقوم جاي باصم في الساعه ديت او ضارب الكارت بتاعه في الساعه، وهو ماشي يضرب الكارت بتاعه وهو ماشي. فالراجل ده كل وظيفته ان هو قاعد كده قدام الساعه عمال يشوف اللي بيبصم حضور واللي بيبصم انصراف، عشان محدش يضرب الكارت بتاع حد او حد يسجل حد حضوره وهو لسه مجاش. انا ممكن اسجل نفسي حضور او اخلي واحد صاحبي يسجلني حضور من الساعة 7 الصبح ويسجلني انصراف الساعة 12 بالليل، في حين ان انا ما جيتش اصلا، بس حد ضرب لي الكارت بتاعي. الناس اللي مش عارفة، كان في والحد فترة قريبة في المؤسسات والشركات كان الحضور والانصراف ما كانش بالبصمة كده، كان حاجة اسمها الساعة، ساعة ساعة كده، جهاز كده، بوكس كده، ساعة فعلا، وليها بورت كده بتدخل فيها كارت ورقي. كارت ورقي اول ما بتدخل فيها الكارت، الساعة ديت مظبوطة كل يوم، يعني ساعة ما ماشية عادي مع تاريخ اليوم وتاريخ الساعة. اول ما تدخل فيها الكارت تبصم عليه النهاردة التاريخ ايه والساعة كام، واول ما تدخلها تاني تبصم التاريخ ايه والساعة كام. فانت كنت بتضربها مرتين، اول ما تيجي وانت ماشي، اول ما تيجي وانت ماشي. ده يعني ما بقتش موجودة قوي دلوقتي، بس خلينا ماشيين. هو ده الاكزامبل او السايكل على كده، على الكلوك كاردز، تمام؟ بس انت ممكن تتصورها ان هي تمشي على الشكل ده، او على عادي على شكل بصمة عادية او اي شكل يعني، تمام؟ فالراجل التايم كيبنج ده قاعد عمال يشوف الناس، تمام؟ كل واحد بيضرب الكارت بتاعه، ويتأكد ان كل واحد بيضرب الكارت بتاعه فعلا وقت ما جه ووقت ما هو ماشي. وبيقوم عامل سمري. السمري ده بيقدمه للناس بتاعت الايه؟ بتاعت البيرول، تمام؟ او مش يعني السمري ده هو عبارة عن الحاجات اللي اتبصمت على الكروت. الجوب تايم تيكتس ديت اللي هي بتبقى جاية من البرودكشن او السوبرفايزر بتاع الناس دي، تمام؟ بيروح للتايب كيبنج للتايم كيبنج وبيروح للكوست اكاونتنج، ماشي؟ ده اللي هو بعدد يعني ساعات، ده عدد ساعات اللي اشتغلها كل عامل واشتغل على ايه. علشان تروح للراجل بتاع الكوست، عشان انت عارف الناس بتوع الكوست يعني مش مجالنا بس يعني تبقى ماشي فاهم، بيحملوا كل حاجة في كل برودكت، بيتحمل بالتكاليف بتاعته، سواء تكاليف مباشرة دايركت كوست او تكاليف غير مباشرة. فهو يقدر يبقى عارف البرودكت ده او الاكتيفيتي ديت اشتغل عليها 5 عمال لمدة 5 ساعات، فكل واحد فيهم تكلفته كذا، فبالتالي احمل ديت على التكلفة بتاعت البرودكت ده. فعشان كده الراجل بتاع الكوست اكاونتنج ظاهر معانا، تمام؟ طيب انما المهم في السايكل بتاعتنا الامبلوي كلوك كاردز، السمري اللي راح للراجل بتاع البيرول. فالراجل بتاع البيرول هيقوم مسجلهم عنده، يعمل حاجة اسمها بيرول ريجستر، ويسجلهم عنده از بيرول في البيرول فايل، ويروح مودي البيرول ريجستر ده نسخة منه للراجل بتاع الاكاونتس بيبل، عشان الراجل بتاع الاكاونتس بيبل ده اللي هيحاسب الناس او هيعمل الفاوتشر، البيمنت فاوتشر اللي بناء عليها نحاسب الناس. ونسخة منه هتروح للجنرال ليدجر، للاستاذ العام، عشان يسجل عنده في الجي ال. ونسخة برضو كمان هتروح للكاش ديسبيرسمنت البيرول ريجستر، اللي هو
هيدفع للناس، اللي هيطلع للناس بقى ويدفع لهم. فالراجل بتاع الكاش ديسبيرسمنت ده هيدفع ازاي؟ هيدفع بناء على حاجتين، بناء على البيرول ريجستر اللي جاي له من الراجل بتاع البيرول، وبناء على الفاوتشر اللي جاله من على الاكونتس بيبل. الراجل بتاع الديسبيرسمنت ده استحاله يطلع اي حاجه الا لما يجي له الفاوتشر من الاكونتس بيبل يقول له فعلا ادفع. تمام؟ طب هدفع بناء على ايه؟ بناء للي جاي لي من البيرول ريجستر. اه والله فلان الفلاني 10 ساعات، وفلان 15 ساعه، وفلان 20 ساعه. تمام؟ خلاص، طالما جالي البيرول ريجستر وجاله البيمنت فاوتشر، هيقوم عامل ايه بقى؟ هيقوم عامل حاجه اسمها بنك ترانسفير اوردر، ويحول لكل واحد في حسابه في البنك. طب افرض في عمال ما عندهمش حسابات، اقول لك راجل عامل يا عم، هتقول لي حساب في البنك، خلاص مش مشكله، هنقوم مطلعين مانيوال تشيكس، شيكات. والشيكات ديت هنديها لمين؟ مش لاي حد من دول، هنديها للسوبرفايزر بتاعهم البرودكشن، هو اللي هتروح له الشيكات، او اسف يعني الراجل بتاع الكاش ديسبيرسمنت دي هو هيسلم الشيكات للناس، هو اللي هيسلمها لهم في البرودكشن. تمام؟ طيب تعالى نشوف السايكل بتقول ايه. Human resources send a list of authorized employees pay rates and deductions to payroll. authorized employees، الموظفين اصلا اللي ما انت يعني هو هيبعت للبيرول يقول له العشر موظفين دول هم اللي هتطلع لهم عدد ساعات، ما هو مش اي مش اي موظفين وخلاص. مش انا المشرف مثلا يقول لي ايه والله طلع لي شيكات ل 20 واحد، احنا جبنا في الموقع 20 و20 عامل. لا، ده لازم بتاع الاتش ار هو اللي يقول لي فيه فعلا 20 عامل، ويقول لي اسم كل واحد فيهم. Ensure that only actual persons are carried on the payroll, that the rates of pay and withholding amounts are accurate. Employees register that start and end times of their work days on clock cards اللي قلنا عليها. Mechanically or electronically captures employee work hours. Employees record time worked on various tasks on job time ticket. الجوب تايم تيكت دي عشان allows accumulation of labor costs by job as well as tracking of direct and indirect labor. تمام؟ عشان الناس الراجل بتاع الكوست الفاينانسينج كوست او الراجل بتاع الكوست يقدر يحمل التكاليف دي. At the end of the pay period, a production supervisor approves the clock cards. الراجل السوبرفايزر بتاعهم هي ابروف الكلوك كارد دي and job time ticket and forward them to time keeping، وهيفرودهم للراجل بتاع التايم كيبنج. Ensure that employees worked only authorized hours، ان الناس فعلا اشتغلت الساعات ديت ووفقا لما تم تكليفهم بيه. التايم كيبنج هي ريكونسايل الكلوك كارد مع الجوب تايم تيكت. الراجل بتاع التايم كيبنج اهو اللي كان قاعد قدام الساعه مش بيتحرك اهو، هيعمل ريكونسيليشن ما بين الكلوك كارد اللي الناس كانت بتيجي تضربها قدامه، وما بين الجوب تايم تيكت اللي معتمدها السوبرفايزر، ان السوبرفايزر بيقول اه فعلا الراجل ده جه 5 ساعات، جه 6 ساعات، جه 7 ساعات في التوقيت من كذا لكذا. وهيماتش الراجل بتاع التايم كيبنج هيماتش الاثنين مع بعض. تايم كيبنج هي بريبير ا سمري اوف اورز وركد باي جوب and forward it to cost accounting for updating of the job record. ماشي. Time keeping prepare a summary of hours worked by employee and forward it to payroll. Payroll matches it with the authorized employee list. هيعمل لها match مع ال authorized employee list اللي جايه له من ال HR. اه فعلا انا جاي لي ان انا اصرف ل 10 موظفين، وانا فعلا جاي لي من ال HR 10 موظفين. الاتش ار هيبعت لي اسامي بس، مش هيبعت لي عدد ساعات شغل، ولا هيبعت لي المفروض اصرف لهم كام، هو هيبعت لي الليست والريت. يقول والله مثلا اه العمال مش عارف بياخدوا الريت مثلا الساعه بكذا، العمال درجه اولى مش عارف، انما مش هيبقى محدد لي خالص، هو مديني الهيد لاين اللي هشتغل في اطاره.
prepare the payroll register، الراجل بتاع البيرول هو اللي هيعمل البيرول register and update the payroll record، ensure that employees are paid the proper amount. accounts payable receive a payroll register from payroll، وهيقوم عامل payment voucher. البيمنت فاوتشر ده هيفرواده للبيرول ريجستر with the payroll register to cash disbursement، الكاش بيمنت، الناس اللي هتكيش اللي هتدفع. ensure that payables is accrued، accrued ماشي مستحقة. authorizes the movement of cash into payroll imprest account. accounts payable also forward the payroll register to general ledger، ماشي سقط في الجنرال ليدجر بتاعك يا باشا وخلي الدنيا updated، ولازم يبقى فيه طبعا periodically reconciled، كل فترة بتحقق من مطابقة الأرصدة. cash disbursement compares the payment voucher with the payroll register total initials appropriate bank transfers، تمام، and initiates appropriate bank transfer. الراجل بتاع الكاش ديسبيرسمنت جاي له باي رول ريجستر في اسامي كل واحد من العمال او الموظفين، وقصاد كل واحد المفروض يقبض كام، وليهم توتال في الاخر وليكن 100,000، وجاي له هنا برضو من الاكونتس بيبل فاوتشر ب 100,000، يبقى اذا يقدر يماتش الاثنين مع بعض. cash disbursement compare the payment، تمام، ويقوم عامل ويقدر يعمل البنك ترانسفير. ensure that the correct amount is transferred to the payroll imprest account and governmental authorities، تمام. cash disbursement executes three bank transfers، وهيعمل ثلاث تحويلات، ماشي، هيعمل تحويل للمرتبات ومش عارف تحويل للضرايب وتحويل حاجة كده يعني، ماشي، هناك وفقا لقانون العمل عندهم. اخر حاجة employees paid by manual check are given checks by treasury personnel not by payroll or their supervisors. خلي بالك الحتة دي مهمة اهي جدا جدا جدا، عشان كده انا اتلخبطت وانا بقولها وبعد كده رحت ايه لحقت نفسي. ما ينفعش الشيك اسلمه لا للسوبرفايزر ولا للبيرول، الشيك لازم الراجل ده هو اللي يسلمه بنفسه للعمال. الراجل بتاع الكاش هو اللي يسلم الشيك بنفسه للعمال، هو اللي يدي كل واحد الشيك في ايديه، ما ينفعش يديهم للسوبرفايزر، ما السوبرفايزر هيضرب عليهم، ممكن اصلا يبقى مكريت لك اصلا، يبقى مزوق يقعد اذا كده بديله حافز ان هو يضرب او يزود في عدد الساعات بتاعت الناس علشان الشيكات تطلع بقيم زايده. لا، الشيك بياخده العامل في ايديه اهو. employees paid by manual check or given checks by treasury personnel not by payroll، مش البيرول اللي بياخد الشيك ويسلمه ولا السوبرفايزر بتاعه. ensure that payroll or supervisory personnel can't perpetrate fraud through the creation of fictitious employees، لان انا لو عملت كده ممكن يا اما يزود في عدد الساعات ويضرب عدد ساعات وهميه، يا اما ممكن يكريت لي موظف وهمي اصلا، يحط لي اسم واحد في الكشف ده مش موجود، ولما يطلع الشيك باسمه هو اللي هياخده وياخد الشيك هو ويحصله. طيب وكده الحمد لله خلصت السايكل دي كمان. طيب نكتفي كده بالقدر ده ان شاء الله المره دي، ويتبقى لنا حته صغيره خالص في يونت 6 ونكملها ان شاء الله المره الجايه. اشوفكم على خير والسلام عليكم.